قرنو بلابو يهويو اه امده دولد نمد ايا هويو ايا بباوا بقل سنو او كلا ارد ايا اسنعا بقل سنو او حتى مقعي دي بلي اللاوي بقل سنو او ديتكي دي او وياشود ايا عالن كيدا كوهوس لشين انا يقو نمبو حيا هيد اما او قبناني مقعي دون يقانان موقتا هيا عالن كاني مالين انو هاكا كتا اغن بربرا ايا سيلا ايا مقالو حيب ديتا كلي ايسو مالي دا موقتا هيا عالن كان مالين ان اينو انو لحين وانو تركي عرب كشيغنين بوسنية نانو سومالي كشيغنين بقل السنو او بوريا ايا كسو ريجي دميتان كخلافة دي امد اسلامك هو يدا ايا بهابا واحيد ايا عثماني يدا ايا قودا هم بابا بانتا بوسيشن كي خليف نمضا كسو لواد برامج كينا سهنك دولدي عثماني يدو ودولدي يوروب تبري اسلامك قليسي ودمد يوروب تبريا اسلامك وقلي او وليبا لغا ترتري اي ديبلوغ سو عدادي انتي مسلمين تكوهردين علمانيين تلسيدة تركيدة اوهو كلا لغردقاي ودولد دي اسلامك قرسيسي هلك يروب تقلبيدنا شمع عقودة او بريقايا اي البحنما دا ايا قونتيا حدارد دا ايا سيفليزيشن كا اي اي اوبادكو دا بقرود وحبرشيدة وقدر جرين اي اي علميه كدل دلن جرين اي هيد اندلوس يعني هلك اندلوس ايكا هيد البحنما دا قلبيت كا يروب عثمانيه دو نوحايا هيد البحنما دا بريقا يروب خلافة دي عثمانية دو ودولد دي بقل كم مليون اي قف سو اسلامي سي اي فرشوين كب بدن انتي سمي سي اسلام كاات كوباهي سي هر نبو قياسو دادك خلاف العثمانية قعانتي دكو سو اسلامي ان كب بدن بقل مليون او قف تاريخ دي هوري حتى بقل سنة ام كهر هل كم مليون اي نولا وحوريك ما تبن مليون اما كب بدن او مانتا نول يعني ترد دادكو آد ايو يريد خلاف العثمانية او قارد اساقة لابي سي حلق الواء سلطان عبد الحميد تد كده وحنا نقول قياسي وحشين يسد المليون ميلا حاسة يعني بقول مليون أو قف أو كوني يشم بقول كوني يصدح بقول كوني يأفر بقول كوني يلحدي بقول نورا ما هترى عيارة خلاف العثمانية ودولد دي لحظة قرني وببعد جيسي دقال دي سليبي قاها حروب سليبية دقال أنا بدي بالصومالي دو تاريخ سدا وين كهاي نن دقال له أي مهران تهاي قف كصومالي جاهي إنه فهمه هدي ودوني إنه قرتو لون كسياسة ده كده حيا عالم كسلام كيا عالم كقلبيتك هدي دو مالين يسوع عالم كقلبيتكو لولن كان عدك إيو إسلامك كولي تشيرو إيا دلالك إسلامكا إمرنو قبيسين إمرنو دون يوينو مقونيا إني تاهي وچي دوين كارد شاي وندان إيا مسالح سياسة دوغون ما آدين تشيرين وادقال دابردير أولي هادو الحروب السليبية أو أه كوي إنتي قدس قبصادين سلاح الدين الأيوبي وكوحرينيي مديلا سيديات غرني ساقال غرني هادا كبادن وكوحرينيي سلاح الدين الأيوبي كوي أيوم باتحنا تخلاف العثمانية لح قرني أيوب بعدي سي حروب الصليبية ويكيل ألين سي عالم كإسلام كيني قعنت كوريغان هير مركي خلاف العثمانية أي دنتي عندما ذي كريستان كيرير يروب أي قلين لولك بركيساني مسلمين تي شامية فلسطينيو شانا كي عيدن كاسرر قلبيت كاوتي انتو تيغي قبرقي سلاح الدين الأيوبي ولات كلفتي وكيولي وانغان أصان غني سلاح الدينو إما حد سمعين كرتا يعني وحموشاني حروب الصليبية إناني دمانين لح قرني أي خلاف العثمانية تقال لدى سبب عليكيسي وعالم كسلام كقميسي يكون يستيد بغولات كتبيا قديس لوقب سديك ورتاقنيد خلاف العثمانية ودولد دي لحظة قرني لحظة قرني ماسونيين دي لدى قال لميسي دجال إيكالية ياشيس لدى قال لميسي كوه قرشاه إبليس وادي قال لدى قال لميسي هير مركي أي سيتو سوق بريد كروايين أي سكود دايين قويس كبقرتو يدى لفتر كيسين يدحقلان كدي مركي وسير ردي دولد قار كميدا أي ماسونيين كرديين أو مرسول دان عبد الحميد يولال كيسي كوينا أي مراد او امير شؤه او دلن يراه انتي لدن تغين عبد الحميد نقضي نين آدو قراد بدن او اي مرسين كروايين فكرة دهو دي لكن ولال كيسي مرادي كوينا اي كحيين او اي قيين لورج اما محفل ميلاه ماسونية دو اي كوكل مانيكو عبادستان هل كاسنا ماسونية دلقو قليي كبعد مركي ونوين نقضينا ادرك عبد العسيس انت اللي دلي او لشرقولي او حلك لغا قاضي او ميل لقو دلي ولب اللي يلي ساقا استلي مراد حلك لساري او لبحي مقع مراد كيشاناد مركي مراد او اركي إن دلبات كي كدل بنيان وغير المعقول يهينا ونو على نسكلي جاي سنة سعود إن ينتحلك اللوقة قاضي سلطان عبد الحميد لقولي بي كبعد نسول دان عبد الحميد وعنها قبتي ماسونية دا وصدح إيه صدن سنودود ودقال أدي كل تشري إلا يوق دمينتي أي دميين مكي دولدي أي روحة كراعين عيدا كيدي إيه سراكيشي دي إيه وسير دي دي بايدح قلين خلاف العثمانية ودولدي سلطان كيدي عبد الحميد وصدن كالسنودود ورتاقنا دقال كي كوادي أدونك محظوظ ملايين إساد دقالك كوبادي أدونكو سيدا يري فضوط إلوغ الشاكيو إنو آير كودعي أمير إيحاسكي سيبا إنا يرو إسكعي على سوق هيدلي كبعد إنا لبدو لذب أسوحنا عقي أدونكي أردنبا دقالك لصفتو يسلايي سيدا يري فضوط أدونكو سكو ملايو لعدوينك إرري سيدا وفضوط ما هاد عدوين كفلان إن إنتاسو مليون أو قف أيوها لك سمان إنتاسو دولدنا أيو دمان
dagaalka koowaad ee adduunka waxaa la qorsheynayay ilaa 1800-kii xilligii unificationada iyo madaxweynaha laga waday qaarada Yurub oo dhan ee Talyaaniga la mideynayay ee Jarmalka la mideynayay ee dagaaladaas adag lagu jiray xilliyadaas la qorsheynayay inuu dagaalka koowaad dhaco si qaab dhismeedka uu adduunka u yaalo reformation loogu sameeyo oo dib loogu qaabeeyo oo caalam cusub uu dhasho laakiin maadaama khilaafka Cusmaaniya ay aad u taagtay xilliga Sultan Cabdulxamiid ayaa si walba dagaalka u hortaagnaa inuu dhaco oo marba meelka kashifayay ilaa ugu dambeyntii markii la arkay dagaalkaas inaanu dhacayn khilaafka Cusmaaniyana aan la dumin karaynin Cabdulxamiid oo nool inta xilkii laga xayuubiyay Sultan Cabdulxamiid 1909-kii shan sanadood uu la istiyaarinayay 1914-kii dagaalkii la bilaabay khilaafka Cusmaaniya waa dowladdii Sultaankeeda Cabdulxamiid uu 30 sano Falastiin ka hortaagnaa Yuhuudda ee baasboorka cas uu Yuhuudda u sameeyay markii uu madaxiisa Yoonisamkii Theodor Herzl u yimi isagoo oo ka doonaya dhulka Falastiin inuu siiyo uu ku yidhi waan ogahay inaad doonaysaan dowlad Ziyonisma inaad ka samaysaan dhulka Falastiin laakiin ma aqbalayo jib nool in qaliin lagu sameeyo inta nool ahayna Falastiin heli maysaan dowladda Cusmaaniya waa dowladdii ciidamadeedu ay badaha Soomaalida Portugiiska kula dagaalamayeen kadib markii boqolkii xabashida ee Axmed Guuley la dagaalamayay uu u qeyshaday ee qeyradhaanta uu u dirsaday Portugiiska Portugiiskuna ay u soo diran ciidanka ujeedooyinka badan lahaa ee dhinac ka ahaa sahaminta dhinacna u hiilinta xabashida dhinaca kalena la bixista qabriga nabiga calayhi salaatu wasalaam kadibna dagaalkii qadhaadha ee halkaas ka bilaabmay ee Axmed Guuley ay la galeen ee khilaafka Cusmaaniya ciidanka Axmed Guuley u soo dirtay halkaasna ay Portugiiska afka ciidda ugu dareen khilaafka Cusmaaniya waa dowladdii markab calankeedu sudhan yahay oo khilaafka Cusmaaniya laga leeyahay markuu ku soo xidho magaalo xeebeedyada Yurub ee Talyaaniga iyo Ingiriiska iyo meelaha aan magaaladaas kaniisadaheeda gambareelladooda ama dawladnadooda aan laga yeedhsiin jirin iyadoo laga baqayo inta Cusmaaniyiintaasi xanaaqaan ay ciidda soo kaxaystaan oo magaalada gebigeedaba furtaan intuu markabkaasi taagan yahay gambareelka kaniisada lama yeedhin jirin dowladda Cusmaaniya waa dowladdeedii Suldaankoodii Suleymaan Alqaanuuni uu maqlay in Faransiiska ay ka bilaabantay caado ah in raggii dumarku intay meelo baarare isugu tagaan ay wada jaasaan kadibna boqorkii Faransiiska u diray dhambeelka uu ku leeyahay waan ogahay dhaqan xumada ayaa shaxdarada inaad bilowdeen maadaama xuduuddayda aad kaag dhowdihinna waxaan ka cabsi qabaa in edeb darradiinaasi ay ku soo faafto dhulkayga ee sida ugu dhaqsaa badan u joojiya arrinka heer waddanka Faransiiska intay ninyin gabadh israacaan oo baartagaan oo isqabaqabsadaan inay jaasaan intay ku dhici waayeen 100 sano oo buuro ah hal qarni si sir ah oo hoose ay u wateen hawsha oo aanay ku dhacayn inay muujistaan dowladda Cusmaaniya waa dowladdii ciidankeedii inkishaariga ahaa markii Faransiisku uu ku soo cabaaday Suldaan Suleymaan Alqaanuuni ee uu ku yidhi Isbaanishka ayaa qabsanaya oo Suldaanku ku yidhi ciidankayga idinku dari maayo laakiin 400 oo diriiska ciidankayga baan idin siinayaa ee ciidankiina u xidha kadibna safka hore taaga markii Isbaanishka ay arkeen 400 oo askari oo ciidankii inkishaariga ahaa oo safka Faransiiska soo taaganna ay kala yaaceen xataa iyagoo aan dagaal gelin markaad magaalada Istanbul wareegayso waxaad meel walba ku arkaysaa raadka faneed ee mucda weyn ee miisaanka weyn ee ay ka tageen masaajidadu siday u dhisan yihiin qasriyadii laga talin jiray magaaladu siday u nidaamsan tahay raadadka xadaaradii iyo ilbaxnimada muujinaya 3 Maarso 1924-kii 6 bil kadib aasaaskii jamhuuriyadda Turkiga ayuu caalamka Islaamku hal subax ku waabaraystay warkii ugu xumaa ee abid caalamka Islaamku uu maqlo oo ah sida ay adiga kaaga dhigan tahay shaqsi ahaan in hal mar ah hal mar adoo meel iska fadhiyo iska baraadla lagu soo wada sheego aabaha iyo hooyada inay wada dhinteen hal mar ayaa caalamka Islaamku 3 Maarso 1924-kii uu ku waabaraystay iyada oo leeyahay khilaafka Cusmaaniya way dhammaatay mana aanay dhammaan khilaafka Cusmaaniya oo keliya maaha wax dhammaaday ee wax dhammaaday mansibkii khaliifnimada mansibkii xilka la kala dhexlayay waxaa dhammaaday xil la yidhaahdo khaliif ama khaliifnimo oo kasoo bilaabmay Abubakar Sidiiq nabiga saaxiibkii calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo Suldaankii u dambeeyey ee maqaarsaarka ahaa ee Cusmaaniyadda ee Cabdilmajiid warkii ugu argagaxa badnaa ee caalamka Islaamka soo mara ayuu noqday khaliifkii xilligaa joogay Cabdilmajiid markiisa horeba magacyaal ayuu ahaa oo meesha astaan iyo magac meesha yaalo lagu danaysta ayuu ahaa laakiin waxa uu ahaa rajo ay ummadda Islaamku leedahay mar uun inuu soo daahiri doono khaliif awood leh khaliif wax qabad leh khaliif karti leh khaliif caalam Islaami dib u mideeya khaliif mar labaad ay go'iisa ummadda Islaamku dhammi hoos gasho laakiin briiqaasna rajadaas muslimiintuna maalinkaas ayay luntay macaanka iyo macnaha ay leedahay khilaafadu waa dhadhan iminka inaga maqan suuraysa tusaale ahaan dowladda Israa'iil oo meesha ka samaysantay markay isku dayday inay walaalihiina Falastiin la dagaalanto iyadoo aynu leenahay khaliif guud oo sida NATO oo kale ah oo caalamka Islaami meel u fadhiya oo khaliifkaasi uu soo amrayo
إن أردن أي عيدا كذا ديارسو أو حدود كاي صوتوبتو مصر أي عيدا كذا ديارسو أو مريكا رفحي صوتوبتو لبنان أي عيدا كذا ديارسو أو دعالك كلايكا كنتو تركيا إيا إيران أي بدا حران واني بدا وحي قرمد هي يهود أو غايما وحسي حقيقة أو دبوبي رهيدا استياهايد بابوق اليهود مكبابيرين غيو باركا وفيراي بارقا لغو مقاري تسمع أنا خليف المدو أي لاي ضحي هوب كمان تدور ذها إسلام كأي هايستان كمليسيا أي هايستو أما باكستان أي هايستو أي أديو أو الصوماليا أو أما قردوشوغا أما قلوا عنشوغا أما قررشوشوغا هل كاكاقا أديقيا ومارك إنجليس أما فرانسيسو يسكو دويين وعداد اسكو سارو أما وكسوفر قشدو هوب كاسلو أديك سنيا إيدو دلو اللي هالكا لغا قحرايو هادي أي دعضو أو مارك لا ينوه اللخلافو عالم كإسلام كو ميدوبو وحين نقلينا دلك أدونك وقوين وقدتك بضن وقدق عليها بضن ugu dakhliga shakhsiga badan ugu keedka shidaalka badan ugu ciidanka adag ulka uu strategicsan ku yaala badaha adduunka iyo biyamareenada inaga maamuli lahayn caalamka oo dhamaan inagu sheeynu wahayn laha calanka hadda ku muuqda ha u arkin kaliya calan turkiyeen uu yahay maalin ayuu dulkaaga ka taagnaa maalin ayuu dawladdaada ahaa maalin ayuu dalkaaga difaacayay awooga ayaa ku hoos dhashay maalin ayuu isla awooga ku istagaalamayay markaad sidaa u fahanta macnaha khilaafada ayaa fahmaysaa sababta ay inoo kala googooyeen إمكانا بقول سنو أو بوراء أيالك جوغة دمتان كي خلافة والسلام عليكم.